يا مساء الفل على حضراتكم، ومن خلال متابعتكم لموقع يلا كوره وصفحه جي ال سي سبورتس، وبالتاكيد اول حلقه من برنامج في كتفك يا اهلي مع جي ال سي، وفي حدث مهم زي الساعات الحاليه وبالتاكيد قبل مباراه القمه، مفيش حدث اهم من كده نطلع فيه عشان نبدا معاكم في حلقه اسبوعيه فيها كل الاحداث الرياضيه والتحليل الرقمي بالتاكيد لكل المباريات الرياضيه خلال الفتره اللي جايه. قبل ساعات من مباراه القمه وفي كتفك يا اهلي مع جي ال سي، برحب بالتاكيد من خلال هذا الحدث مع الزميل والصديق العزيز كريم سعيد. مساء الخير يا كريم. مساء الخير يا محمد، واهلا بكل متابعي يلا كوره وصفحه جي ال سي سبورتس على الفيسبوك. واكيد يعني احنا مباراه الاهلي والزمالك دايما زخم وحدث، كل الجماهير الكرويه حتى مش محبين الاهلي ومحبين الزمالك بس يا محمد، مباراه الاهلي والزمالك دايما ليها رونق خاص، وفعلا ما فيش حدث احلى من ده ان احنا نعلن لمتابعينا ان احنا ان شاء الله هنكون معاكم في برنامج أسبوعي برعاية جي ال سي الراعي الرسمي للنادي الأهلي، ومعاكم لنهاية الموسم بإذن الله في حلقة أسبوعية هكون أنا ومحمد، وبدايتنا إن شاء الله مع الماتش الأهلي والزمالك. طيب قبل ساعات من مباراة القمة، نعم، قمة الكرة المصرية، الزمالك والأهلي، الأهلي منتشي فائز على سموحة وتأهل لنهائي كأس مصر لكن في ظل غيابات، في المقابل كأس مصر القديم في المقابل الزمالك تعادلات كثيرة وخسارة والخروج في الكأس من بيراميدز. المتابعة والاهتمام الإعلامي لهذه المباراة، وفي نفس الوقت التكتيك والشغل الفني والحوارات الجانبية كمان ما بين كلا الفريقين خلال الفترة الأخيرة، أكيد الفترة الأخيرة بتقول إن يعني معنويات الفريق الأهلي بقت أصبحت أفضل من الفترة السابقة. النادي الأهلي برضو مع مارسيل كولر واجه فترة ما كانتش لطيفة من نتائج سلبية أثرت على نتائج الفريق، ويعني نقاطه في الدوري كان جماهير بتأمل ان الاهلي يعمل الفجوة اللي كان بيعملها ايام رينيه فايلر وايام مانويل جوزيه، انك بتعمل فجوة كبيرة في الاسابيع الاولى بتستغل فيها طبعا سقوط المنافسين ليك، لان زي ما احنا شايفين يا محمد نادي الزمالك بكل امانه هو حاليا مش المنافس المباشر للنادي الاهلي. صحيح. المنافس المباشر للنادي الاهلي اصبح نادي فيوتشر اللي شغال ماشي بشكل كويس جدا جدا مع كابتن علي ماهر، وحتى بيحقق انتصارات بلس 90 زي الاهلي زي ما شفنا في مباراه امبي الاخيره، كان متعادلين 2-2 وبيقدر عمر السعيد ان هو يجيب هدف صار في الدقيقة 92، فالفريق برضه عنده روح وبيقدر عنده استمرارية في اللعب، وطبعا الأمانة لازم يديهم حقه، يعني النهارده منافسة مش أهلي وزمالك أو حتى أهلي وزمالك وبيراميدز زي ما احنا متعودين في السنوات الأخيرة، أنا حبيت بس أدي فيوتشر حقه، لكن أكيد النادي الأهلي قدر إن هو يستعيد الكثير من ضريقه بسبب مباراة بيراميدز، مباراة بيراميدز لما النادي الأهلي يعني فاز بيها في الدوري، وبعد كده طبعا الانتصار الكبير على سموحة في الكاس القديم. احنا طبعا لازم نفرق ما بين الكاس القديم والكاس الجديد، اتلخبطنا بين 2021 و2022 و2023 بالظبط. على الوجه الاخر طبعا نادي الزمالك بيدخل مباراه وهو في وجهه نظري في اسوء يعني فتره له مع فيريرا، بنتكلم ان الفريق منذ بدايه عام 2023 في انهيار بدني وفني ملحوظة في مباريات نادي الزمالك. نادي الزمالك خسر من نادي اسوان ب2-1، ربما طبعا مباراه الساعه 3 العصر في توقيت نادي الزمالك مش متعود يلعب فيه، بعد كده في التعادل مع الداخليه وفي برضو التعادل مع نادي الاتحاد والسقوط الاخير في المباراه الاخيره قدام نادي بيراميدز في سيمي فاينل الكاس القديم، في مباراه نادي الزمالك محمد كان بيلعب 110 دقيقه زايد لاعب عن نادي بيراميدز، المفروض نادي الزمالك لما يكون الظروف دي متاحه له هينهي المباراه، نادي الزمالك برضه يملك سكواد قوي، كل متابعين نادي الزمالك وبيتفرجوا على ماتشات نادي الزمالك يقدروا يلاحظوا ان في عامل في فوارق في الاداء البدني ما بين الفريق اللي كسب بيراميدز في الدوري بثلاثيه وكسب الاسماعيلي برضه بثلاثيه في نهايه العام الماضي والمباريات اللي تمت في العام الحالي، وده امر ملاحظ بشده، فاكيد كل الامور دي هتلقي بظلالها على مباراة يوم السبت، خصوصا ان احنا بنتكلم على جيم بدني قبل ما نتكلم على جيم فني، لان ماتش القمة في امور معنوية وفي امور نفسية بتيجي من الشق البدني قبل حتى ما نتكلم عن الشق الفني. طيب بالتاكيد قبل ساعات من مباراة القمة لجنة الحكام واتحاد الكورة اعلن بشكل رسمي طاقم التحكيم اللي هيدير هذه المباراة هو طاقم تحكيم سوليفاني. كريم، يمكن طاقم تحكيم بقيادة تاسلافكو فينيكيتش حكم ادار مباراة السعودية والارجنتين في كأس العالم، طاقم تحكيم دولي حتى الفار
الحمار ماتي جوج برضو دولي بين 2023، لكن حكم الساحة خبرة بيتكلم أكتر من 12 سنة حكم دولي. تعليقك على اختيار هذا الطاقم التحكيم لهذه المباراة؟ يعني أنا كنت معتقد أن اتحاد الكرة ربما يعتمد على الحكم البولندي اللي حكم مباراة الأهلي والزمالك الموسم الماضي والأهلي وبيراميدز الأخيرة، واللي حكم نهائي المونديال وحكم كويس جدا. وبصراحة قلت حتى إيه المشكلة لما يجي المباراة الثالثة على التوالي، بس ربما يكون الظروف ما تسمحش ربما يعني. لكن فينيشيتش حكم كويس وحكم يعني أدار تقريبا 3 مباريات في دور المجموعات في المونديال، وحكم فوق انا يعني وانا بتفرج عليه حكم كويس، حكم جيد، ما عليهوش يعني لغط تحكيمي، ربما يكون عنده لغط في امور اخرى لكن خارج الملعب خارج الملعب، لكن تحكيمين لا الراجل كويس وعنده يعني مبارياته حتى كويسه، ربما بس هو لم يدير اي مباراه في النوك اوت في المونديال، هو حكم بس في دور المجموعات. بس احنا نتمنى المباراه تمشي بشكل طبيعي وشكل عادل، اللي احنا حابين نتكلم في فنيات الكره، بس نتمنى ان احنا ميبقاش عندنا اي حاجه اخرى غير الفنيات، وكمان تبقى الفرقتين حاسين بالعدل وبالرضا. عشان كده كنت بصراحه كنت اتمنى جدا جدا والله محمد حكم بولندي فعلا حكم ممتاز وشخصيته ممتازه جدا جدا في الملعب، وفكر اصلا ان انت بتلعب مباراه وانت عارف ان الحكم ده ادار فاينل مونديال ما بين الارجنتين وفرنسا ونجوم العالم كلها كانت بتنصاع لقراراته، مش هيخلي اي لعيب عنده اي مساحه، فاهم قصدي، ان هو يخش معاه في اي جدال. ولكن مفيش مشكله خلاص يعني، بما ان تم تعيين طاقم الحكام السلوفيني نتمنى لهم التوفيق، نتمنى ان احنا نشوف مباراه ان شاء الله باذن الله باذن الله عادله للجميع. جزئيه مهمه ممكن نتكلم فيها، فيريرا وكولا ما كانتش فيه الا مواجهه واحده بينهم في لقاء السوبر، هل نفس السيناريو اللي حصل في السوبر هيتكرر في مباراه الدوري؟ بصوا طبعا يعني سؤالك ده مهم جدا، وهو هما الاثنين لا يملكوا غير ال 90 دقيقه دي اللي لعبوها مع بعض وهيتفرجوا. قلت لك انت تخيل في المحاضرات اللي قبل المباراه والشغل اللي هو بقى ايه الشغل النظري، المباراه دي هتتعاد كم مره؟ وطبعا الجزء الكبير عند فيريرا، ليه؟ لان هو اللي خسر، واللي خسر دايما بيتفرج كتير عشان يتعلم من اخطائه ويشوف المشاكل اللي كانت عنده. كولر اكيد اكيد عنده مشاكل فيما يخص القائمه، وهنتكلم عليها وعلى غيابات النادي الاهلي، انها بصراحه غيابات برضو مؤثره. فانا بشوف ان فيريرا ربما يفاجئ، بقول ربما يفاجئ كولر، وده طبعا ان شاء الله لما نيجي لفقره السبوره هنتكلم عليه، يفاجئ كولر بتغيير خطه اللعب ويلعب ب 3-4-3 على عكس الفتره الاخيره اللي فيريرا بيلعب ب 4-3-3، وشفنا طبعا كم الاخطاء وكم المشاكل اللي وقع فيها نادي الزمالك بخلاف طبعا الشق البدني، ان هو طبعا كل اساس من عند البدني، انت متوقع بدنيا مش هتقدر تقدم الفنيات اللي انت عايزها بالشكل الامس، لكن برضه نادي الزمالك عنده مشاكل كتيره فيما يخص الشق الفني. طبعا الناحيه الثانيه كولر، هو الفكره ازاي يا محمد يعالج الغيابات خصوصا غيابات خط الدفاع. يا جماعه النادي الاهلي في المباراه دي يغيب عنه الثلاثي تقريبا، يعني في 2 اساسيين مش هيلعبوا، بنتكلم على ياسر ابراهيم بسبب الاصابه، بنتكلم على محمود متولي بسبب الايقاف، محمد عبد المنعم فرصه لحاقه بالمباراه بنتكلم في نسبه لا تزيد عن 70%. الجهاز الطبي طبعا انت فاهم بيحاول، الدكتور احمد ابو عبله بيحاولوا يعني بيعملوا اكثر من اختبار جدا يعني بيحاولوا بصراحه قد ما يقدروا ان هم يعني يكثفوا من مجهوداتهم مع محمد المنعم، عشان يقدر ان محمد المنعم فعلا ركيزه. انك بتتكلم فعلا في غياب كمان لا قدر الله محمد المنعم، انت بتتكلم المتاح هيبقى رامي ربيعه الاساسي، وهيبدا المفاضله في المركز الثاني ما بين ايمن اشرف اللي كولر تقريبا مش مقتنع بيه في مركز المساك بسبب كسر قامته، ومحمد مغربي اللاعب الشاب اللي لم ياخد اي تجربه مع كولر منذ مجيئه للفريق. سؤال صعب فعلا هو محتاج يجاوب عليه. بقيه المراكز طبعا ما زال لسه برضو يعني بنسبه كبيره، بقول بنسبه كبيره جدا، اصبح عمرو السولية قاب قوسين او ادنى من عدم التواجد، من عدم التواجد في المباراه بسبب الاصابه، وهو لغايه النهارده ما اتمرنش مع النادي الاهلي، وصعب الغايه صعب الغايه ان لاعب ما اتمرنش يعني قبل المباراه بيوم حتى ان هو يكون في الملعب.
حمدي فتحي طبعا كلنا شفنا الصوره المنتشره على السوشيال ميديا وبيتم علاجه عن طريق الابر الصينيه في اعتياد جديد. انا مش طول يعني انا عمري ما شفت التصرف ده قبل كده بصراحه، بس يقال يعني ناس كتير جدا سالتهم على موضوع الابر الصينيه قالوا لي موضوع مفيد جدا ومجدي لتسكين الالم، هو لا يعالج ولكن عنده قدره، يعني الاسلوب ده عنده قدره كبيره جدا 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 في تسكين الالام، وبالتالي ربما يكون هو زي مسكن عشان حمدي فتحي يلحق المباراه. ربما يكون مفاجاه ساره لجماهير بقى النادي الاهلي في وسط الاخبار العتمه دي شويه ان بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر اصبحوا لائقين طبيا للمشاركه في المباراه حسب الرؤيه الفنيه لمارسيل كولر. فاكيد كولر هيبقى بناء على القايمه اللي معاه هيبدا يشوف شكل الفريق اللي هيلعب المباراه ان شاء الله. طيب عنده جزئيتين وهنتكلم فيهم بسرعه. هل تتوقع، وده الكلام اللي كان مطروح على السوشيال ميديا بشكل كبير في الساعات الاخيره، وجود المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات لاخذ عينات من كلا الفريقين؟ خلي بالك موضوع المنشطات ده اكيد طبعا خد حيز كبير قوي 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 خلال الفتره الاخيره، واحنا بصراحه هنا في يعني احنا في يعني في يلا كوره نتمنى فعلا والاعلام كله ان ده مستقبل الشباب، مستقبل اللعيبه، بعيدا عن التنافس، بعيدا عن اي شيء. ده المثل اللي انت بتحطه للولاد الصغيرين. منشطات النهارده يا جماعه اصبح امر خطير للغايه، وان يطلع الكلام ان في لعيبه تتناول يعني نخش في السكه دي. ومن كده يا محمد برضو خلي بالك نقطه مهمه، انت بتتكلم على لعيبه دوليه طبعا لا تمثل بس الانديه، ما بتتكلمش على لعيبه بتمثل الاهلي او بتمثل الزمالك او بتمثل الاسماعيلي او بتمثل الاتحاد او بتمثل المصري، لا دي لعيبه بتمثل منتخب مصر. فموضوع مش هين. انا على المستوى الشخصي شايف ان انتهى عصر انتقاء المباريات عشوائيا لاجراء تحليل النشاط. في السنوات الاخيره بيتم انتقاء مباراه من تقريبا يعني كل اسبوع او حتى ايفن كل اسبوعين. يعني لما احنا طبعا بنسال ببساطه بنسال الاداريين بتوع الفرق، انت كم مره كم ماتش في الموسم بيتم اجراء يعني تحاليل نشاطات لفرقتك؟ ممكن مثلا الموسم كله يلعب 24 ماتش فريق واحد، يقول لك 4-5 ماتشات. فده معناه بنتكلم في نسبه تقريبا ما تجيش حتى يعني 20% من ماتشات كل فريق. انا في وجهه نظري احنا اصبحنا في حاجه ماسه لزياده النسبه دي لدرجه ممكن نوصل ل 70-80% وحسب يعني ممكن، واعتقد في تكلفه كمان الانديه بتدفعها في بدايه الموسم تزيد مفيش مشكله. المهم احنا نضمن سلامه اللاعبين، ومحتاجين نضمن سلامه لعيبتنا الصغيره، ومحتاجين انهم كمان ما يمشوش أكيد في الطريق ده، ان هو اكيد طريق سيء وبيأثر على بعيد عن هم الرياضيين بيأثر على صحتهم كبني ادمين. طيب الزمالك ممكن نشوف فتوح وعبد الله جمعه الموجودين في المباراه دي؟ في الجزئيه دي في خبر، نقول في خبر ان عبد الله جمعه واحمد فتوح خضعوا لاختبار المنشطات بسبب طبعا المشكله اللي حصلت في ماتش الاتحاد الاسبوع الماضي، وبالتالي العينات تم ارسالها الى معمل برشلونه المعتمد من المنظمه الدوليه وادا لاجل اعطاء النتيجه النهائيه، لان الموضوع اصبح من وجهه نظر المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات قضيه، ودي الكلمه اللي بيستخدمها كل مسؤولين المنظمه. في كيس عندنا، وبالتالي طبعا في كيس على طول انت بتبعت التحاليل للمعمل معتمد من الوادا، وطبعا معمل برشلونه من اشهر المعامل، كان في قبل كده معمل في تونس، دلوقتي بقى في المعمل موجود في مدينه برشلونه باسبانيا. واعتقد المفروض النتيجه بتظهر في وجهه نظر يعني من حوالي من 10 ايام لاسبوعين. انا من وجهه نظري اشك ان مسؤول نادي الزمالك يخاطروا بالدفع بيهم طالما ان في مشكله دايره. وطبعا كلنا اكيد شفنا اخر ستوري لاحمد فتوح اللي واضح فيها ان فيها رساله يعني بالاحساس بالظلم وبالاحساس يعني بالزعل. برضه هو اكيد عنده اسره وعنده اولاد، واكيد يعني هو تضرر من ما اقيل عنه خلال الفتره الاخيره. فانا اعتقد في وسط هذه الظروف ووسط هذه الحاله النفسيه اشك تماما ان هو يلعب مباراه. وطبعا احنا عارفين عبد الله جمعه مش اساسي، يعني نادي الزمالك مش هيتضرر بغياب عبد الله جمعه، لكن احمد فتوح بنتكلم على ظهير ايسر منتخب مصر
الاساسي، لعيب ركيزه، لعيب قوي جدا، لعيب ذو مكانه كبيره في الكره المصريه، وانا لا اعتقد ان الظروف المحيطه به في الوقت الحالي هتخليه لائق للمشاركه في المباراه. في كتفك يا اهلي، وبنتكلم مع متابعي موقع يلا كوره وصفحه جي ال سي سبورتس على الفيسبوك، وداخلين بقى في فكره الالوان، وبالتاكيد واحنا بنتكلم بجي ال سي للدهانات والدهانات الاول في مصر، الاهلي بالتاكيد هو مش صاحب المباراه، فالزمالك هو صاحب المباراه. هل هيختار اللون الابيض؟ هل هيختار اللون الازرق؟ الاهلي بالتاكيد لو الزمالك اختار اللون الابيض او الازرق فالاحمر ما عندوش اي مشكله. كل التفاصيل دي مع السبوره والتشكيل المتوقع هنشوفه مع بعض، ولكن على طول مع كريم سعيد. ورجعنا لكم مره تانية ومع فقره السبوره، وكل متابعي موقع يلا كوره وصفحه جي ال سي سبورتس، ومع رقم واحد الدهانات الاول في مصر، ومن خلال زميلي العزيز كريم سعيد محضر مفاجاه الاول على السبوره، فريقي الاهلي والزمالك، الاهلي باللون الاحمر وكريم محضرها مفاجاه، الزمالك باللون الازرق. في وجهه نظر يعني، بما ان نادي الزمالك بيحب الفتره الاخيره يواجه النادي الاهلي باللون الازرق، فاحنا النهارده شايفين ان نحط بقى الالوان الاحمر والازرق، وطبعا اكيد كل درجات الالوان الاحمر والازرق هتلاقوها كلها في فروع دهانات جي ال سي للي بيحب الاحمر واللي بيحب الازرق. طيب استاذ محمد، واحنا بنتكلم في السيجمنت الاول ان في وجهه نظري الشخصيه فيريرا ممكن يلجأ ل 3-4-3 ويتخلى عن ال 4-3-3 اللي لعب بيها في الفترة الأخيرة، خصوصا بعد النتائج السلبية اللي احنا اتكلمنا عليها في العام الجديد. فريق لو لعب بالطريقة دي هنا هيبقى مجبر ان هو يتخلى شوية عن الضغط العالي اللي بيمارسه دايما في مباريات، لما هيجي لعب الأهلي هيتخلى عنه، ربما نشوفه في الشوط الأول او في بدايه اول 10 دقايق من حمى البدايه زي ما بنقول. لكن لو نادي الزمالك حسب ما انا شايف وبالحاله البدنيه كمان اللي اللعيبه بتلعب بيها في الفتره الاخيره، هم محتاجين 3-4-3 هتساعدهم عشان يقدروا يصمدوا قدام النادي الاهلي اللي جاي منتشي في الفتره الاخيره طبعا بعوده كهربا. مش عايزين طبعا ننسى ان دخول كهربا والشغف في ادائه بعيد عن الفنيات، شفنا كهربا قدام سموحه كم هائل من الشغف والحماس في الاداء، راجل غايب بقاله 8 شهور قدر في 38 دقيقه محمد اسيستين وهدف، واكيد بنسبه كبيره جدا 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 كهربا هيكون اساسي قدام نادي الزمالك، فبالتالي هيكون نادي الاهلي بيلعب بيه ديناميكيه عاليه جدا. في وجهه نظري كولر هيحاول على قد ما يقدر ان هو يضغط نادي الزمالك من نص ملعبه، يعني النادي الاهلي كولر هو اللي هيختار الضغط العالي على كل لاعبي نادي الزمالك ويحرمهم من البيلدينج اب بتاعهم من نص ملعبهم، اعتمادا على ايه؟ اللي اتفرج على ماتش اسوان كابتن ايمن الرمادي عمل نفس التكتيك وفعلا خنق نادي الزمالك بالضغط العالي. نادي الاتحاد الداخليه تخيل فريق يعني بيحاول يهرب من الهبوط برضه في بدايه المباراه حاول يخنق نادي الزمالك بالضغط العالي. بيراميدز طبعا رغم ان بيراميدز بيلعب بيه 10 لاعبين تقريبا اعتقد علي جابر في الدقيقه 11 في المباراه الاخيره من الكاس القديم، برضو كانوا بيضغطوا على نادي الزمالك باستمرار. واضح جدا نادي الزمالك بقت سمعته في الفتره الاخيره لما بتضغطني ما بقدرش العب اللي انا عايزه، وبالتالي انا بشوف ان كولر هيحاول على قد ما يقدر ان هو يضغط نادي الزمالك ويمنعه من بناء الهجمات. وكمان في وجهه نظري اذا بدا بدونجا في نص الملعب، وشفنا يعني دونجا لحد ما بيبدا بيكون هو اللاعب المحرك للفريق، هو اللي بيستلم الكوره وهو اللي بينزل في نص الملعب عشان يستلم الكوره ويساعد طبعا في الحته دي امام عاشور. لو الاثنين دول تم احكام الرقابه عليهم اكيد النادي الاهلي هيعمل لو تفتكر ماتش السوبر سافيو كان بيطبق نفس الامر وعملها، كان ساعدها مين بقى؟ زكريا الوردي. زكريا الوردي كان هو لاعب خط وسط نادي الزمالك اللي معاه الكوره وهوب اتضغط عليه تم استخلاص الكوره وتحولت لهدف للنادي الاهلي. طب كل الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي، نعم اليو ديانج اكيد موجود بشكل اساسي في التشكيله، لكن الشكل نص الملعب هل فخري ممكن يستمر بعد المباراه السابقه؟ هل ممكن يكون مروان عطيه بديل لحمدي فتحي لو ما شاركش وبديل لعمرو السوليه؟ سؤالك مهم جدا لان ماتش سموحه شهد اول مره ان كولر يلعب مع النادي الاهلي بطريقه 4-3-3. احنا شفنا النادي الاهلي قدام سموحه الثلاثه كانوا فلات، فخري وفتحي و
أليو ديانج. حمدي فتحي أصيب، وإحنا لغاية دلوقتي لسه ما عدناش تأكيد رسمي إن فتحي هيكون في المباراة. طبعا في يعني إجراءات طبية زي ما قلنا واستخدام الإبر الصينية، بس برضو لسه مش أكيد. لكن فخري وأليو ديانج موجودين. السؤال هنا، هل أصلا كولر من مصلحته يلعب الزمالك بثلاثة أصلا؟ ده سؤال أصلا مهم، لأن هو أصلا لما لعب كان طلع العشري بيلعب خط الوسط، هو اعتمد ده بسبب ماتش الدوري اللي هو انتهى بالتعادل. هو بدأ يفهم إن طلع العشري من الناس اللي بتزحم له نص الملعب، فهو قال له خلاص اوكي انت عايز زحمة وبالتالي احرمك انت كمان انك تقعد تفسد لي هجماتي. وفي نفس الوقت كمان في نقطه مهمه، خلي بالك يا محمد، في 4-3 قدام سموحه، ان هي سابت حريه لحسين الشحات. يعني حسين الشحات ما كانش بيرجع للدفاع، اللي كان في واحد من خط الوسط هو اللي بيغطي مع محمد هاني، لكن ليها مزايا كتيره. فالسؤال هنا، هل انت هتعمل ده قدام الزمالك؟ لو انت عملت ده قدام الزمالك، انت بتقول للزمالك انك قلقان منه، انك بتلعبش بلاي ميكر صريح. عدم اللعب بلاي ميكر صريح هيدي هام المشكله في وجهه نظري الشخصي. انا افضل ان الاهلي يلعب بال4-2-3-1. ال4-3-3 قدام الزمالك هتخلي فيه مشكله عند ثلاثي خط الوسط، مين اللي يتقدم؟ ما لازم حد يعمل الدور ده. يعني شفنا اليو ديانج قدام سموحه كان هو اللي بياخد الكوره وبينطلق، لكن قدام الزمالك لا، الفرديات بتاعت لعيبه نادي الزمالك اعلى بكتير من لعيبه نادي سموحه. طيب في تريكات ثانيه، اتفضل. مثلا غياب محمد عبد المنعم وغياب متولي وغياب ياسر ابراهيم، ينضم محمد هاني مع رامي ربيعه ويلعب خالد عبد الفتاح بكراي في مباراه القمه. هي فكره، خصوصا ان محمد هاني برده يعني طويل شويه، بس الفكره ان انت محمد هاني في الكرات العاليه والتدخلات الثنائيه في داخل منطقه الجزاء ربما ما ينجحش فيها مع فريق اصلا خطورته الكرات العرضيه، الكرات العرضيه والكرات الثابته. نادي الزمالك اللي اتفرج برده، اللي متابع نادي الزمالك فتره اخيره، هيلاقي ان معظم هجمات نادي الزمالك تركيزه على الضربات الثابته. شفنا ماتش الاسماعيلي الاهداف بالضربات الثابته، ماتش بيراميدز شفنا حسام مجيد واحد من افضل المدافعين في مصر، حسام مجيد مدافع الزمالك من افضل المدافعين في مصر حاليا اللي بيجيدوا الاهداف من ضربات راسيه، وشفنا هدفه في ماتش بيراميدز. نادي الزمالك اصلا كل لعبه على الاطراف بسبب وجود زيزو وامام عاشور. فهو الفكره، هل هتاخد القرار ده ولا هتمشي طبيعي وتلاعب؟ طبعا خلاص اكيد رامي ربيعه واحد من الاثنين، ده ما فيهوش شك. السؤال هنا، مين المساك التاني اللي يلعب جنب رامي ربيعه؟ هل تلجأ لايمن اشرف؟ بس هو ايمن اشرف بعيد طوله 176 سنتي، هو مش مقتنع ان هو مساك. طب محمد مغربي لاعب الشاب ما لعبش قبل كده خالص مع كولر، هل اول مره تدفع بيه في ماتش الزمالك؟ اكيد كولر هو اللي هياخد القرار. بس انا اشوف ان محمد هاني في الفتره الاخيره ماشي بشكل كويس جدا 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 في مركزه، وهو كمان خارج من فتره كان فيها انتقادات كتيره، فما تحطوش في اختبار صعب وفي ماتش جماهير واختبار نفسي. خلي بالك يا محمد، برضه دي النهارده غير مركز لعيب قدام الزمالك بتفرق، ده اختبار نفسي شديد قوي 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 بتحط فيه اللاعب. فانا في وجهه نظري لا، محمد هاني يكمل في مركزه. وكمان الحل اللي انت قلته ان برضه خالد لسه لعيب برضه جديد، اول ماتش يلعبه ماتش رسمي على الاهلي قدام الزمالك، طب افرض ما كانش موفق، في مشكله، فاهم قصدي؟ فانت مش عايز تصدر كل مشاكل دي للعيبه مره واحده، وفي مقابل طبعا اكيد ان هو في كل الاحوال في مخاطره، انت هتعمل ايه؟ دي ظروفك يعني. طيب الزمالك ممكن يكون في مفاجاه؟ عنصر المفاجاه موجود في التشكيل؟ الزمالك انا في وجهه نظري المفاجاه الوحيده هم الفريرة ممكن يعملها هو اللجوء الثلاثه في الخلف، لان فعلا طريقه اربعه مع وجود مشاكل في الاداء البدني عندهم هيخليه يشوف ان ثلاثه بتريحه، ده اللعيبه حتى ممكن تطلبها. وشفنا حتى كمان، خلي بالك يا محمد، النتائج السلبيه الكتيره والضغط الجماهيري بيعمل ضغط عصبي على اللعيبه، يعني اللعيب اصلا بينزل مباريات مشدود. الشد ده انا في وجهه نظري كولر محتاج ان هو يستفيد منه، يعني كولر نفسه وهو بيذاكر الزمالك لازم يلعب على حته ان الفريق في الفتره الاخيره بسبب النتائج السلبيه متعصب وممكن يلعب عليه. لكن انا اشوف ان فريرا مفاجاته كبيره للنادي الاهلي هتكون انه يلعب ب 3-4-3. وما تنساش ان فريرا في ماتش 2-2 في الدوري، لو نفتكر الموسم اللي فات لما الزمالك كان مغلوب 1-0 ورجع 2-1 بعد كده اتعادل 2-2، كان قوه الزمالك في 3-4-3. الزمالك كسب فاينل الكاس اللي هو قبل الماضي ب 3-4
ثلاثة هيك قوته، يعني قوة الزمالك قدام الأهلي في السنوات الأخيرة استخدامه للطريقة دي هو غيرها بسبب ان هو عايز بقى يعني الفريق عنده ديناميكية أسرع للهجوم. هل يرجع لها ولا يكمل بطريقته اللي هو حقق بيها نتائج سلبية؟ ده اللي هنشوفه يوم السبت إن شاء الله بإذن الله. كريم أنا بشكرك، ميرسي جدا، بشكرك على المفاجأة. شكرا جزيلا. الأزرق والأحمر، هل هيبقى أزرق وأحمر؟ أنتوا عارفين طبعا بالتأكيد من خلال متابعتكم لموقع يلا كورة وصفحة جي إل سي سبورتس ومن خلال شركة طبعا جي إل سي دهانات رقم واحد في مصر، هتشوفوا معانا مفاجآت. لكن كان مهم جدا نكون معاكم أنا وكريم ليلة مباراة القمة وقبل ساعات من هذه المباراة اللي هتبقى مثيرة بشكل كبير جدا. شكرا يا كريم، وإن شاء الله برضو لينا حلقة بإذن الله بعد المباراة ونحلل تحليل كامل للمباراة إن شاء الله. وكمان هنبقى معاكم إن شاء الله حلقة كده كل أسبوع يبقى فيها مفاجآت وفيها أخبار ومعلومات وتحليل مش هتسمعوه في أي حتة. شكرا لكم وإلى اللقاء.